أسلم فتحي أسلم نوفل. والله وقت اللي اتصلت به باش نحكي على فتحي الهداوي بصراحة معناها قعدت نخمم شوية، لأنه فتحي الهداوي بالنسبة لي أنا فما فتحي الصديق الصاحب عشرة كبيرة ما بيناتنا عشرة طويلة، وفما فتحي الممثل، الممثل الكبير، الممثل الغول، الممثل الوحش اللي أنا سميته في برنامجي وحش الشاشة، ونعتبره الضيف الوحيد في برنامجي اللي ينطبق عليه اسم البرنامج وعنوان البرنامج اللي هو وحش الشاشة. فتحي الهداوي وحش كما فريد شوقي في مصر سماه وحش الشاشة، لأنه متغول في الشاشة، مهيمن، مسيطر، متغطرس في التمثيل وفي الأداء، نستعمل في ألفاظ تاع قوة، لأنه فتحي الهداوي عنده قوة كبيرة في الأداء، قوة كبيرة في السيطرة على مشاعر وعلى انتباه المتفرج والمشاهد، وهذه ماهيش في متناول الممثلين الكل. فتحي الهداوي ممثل يتقن فن التقمص، مش سهل أنه ممثل يجي في ثلاثة مسلسلات يمثلهم. أنا خفت عليه وقت اللي سمعت وحكى لي فتحي واحنا قاعدين البرة من الكاميرا والبرة من الضوء من التلفزة، حكى لي اللي هو عنده ثلاثة مسلسلات. أنا بصراحة خفت عليه برشا، قلت يكرر روحه، رغم إيماني بأنه فتحي الهداوي ممثل كبير، ولكن زاد ثلاثة أدوار وثلاثة مسلسلات ويتعداو متقاربين في الوقت حاجة تخوف برشا. ولكن فتحي الهداوي ما فاجئنيش، كان في مستوى التحدي، مش سهل أنه ممثل في ثلاثة أدوار ثلاثة شخصيات يمثلهم أداء مختلف، يتقمصهم بروح مختلفة، يجسد الشخصية. فتحي الهداوي من الممثلين القلائل اللي الشخصية يبحث فيها برشا، يتعمق فيها برشا، يعمل لها مشية وصوت وملامح وتعابير ويتقن معناها تبليغ حالتها النفسية. هذاك علاش فتحي الهداوي هو وحش الشاشة. صح شريف فتحي، صح شريف بتكم الكل، حبيت نقول لك اللي الخدمة معاك ما كنت شرف فيها خدمة أكثر منه، كان فما بليزير كبير، لهذا كان بختاجي معاك في الضحكة، في الفلتة، في الخرجات اللي تلقاهم. عسلامة فتوح، حبك برشا برشا برشا. منين باش نبدأ؟ يمكن نبدأ من نهار اللي حكيت عليا في موزايك، نهار سبيسيال بو موا. الناس كل تبعث لي تقول لي شوف لو غران فتحي الهداوي اش قاعد يحكي عليك، دوك ما نجم نكون كان فخور وقتها، وتوا فخور اكثر اللي وقفت قدامك وموجودين فرد ايكيب مع بعضنا وخدمنا في دو بروجي مع بعضنا، مازلت ان شاء الله برشا خدمه مع بعضنا. توي لي دو انت حاجه كبيره، لازمنا الكل نحاولوا نعملوا حتى ربع اللي عملته انت في كاريرك. نحبك برشا ونقدرك برشا، وان شاء الله مازلت برشا خدمه مع بعضنا ان شاء الله. فتوح يا احلى ممثل في تونس، يا عسل، يا فخرتنا، يا شنو باش نقول لك، نحبك برشا برشا، اما نحبك تقول لهم شنو حكايه ستيش. فتوح عسلامه عسلامه، حبيت نقول لك ميرسي ميرسي ان غران ميرسي، على خاطر بوغ اون بروميير اكسبيريونس يكون معاك فتحي الهداوي معناتها في المسلسل اللي انتجته حاجه كبيره على الاخر، ظهر لي حاجه ما تعودتش برشا في العمر وما تصيرش برشا المنتجين او الاكسبيريونس يكون معاهم لو غران فتحي الهداوي. حبيت نقول لك زيدا ميرسي على وقفتك معنا في التورناج، ميرسي على خاطر كنت فنان بأتم معنى الكلمه. فتوح يا باترون، نعم بوك الزين يا صاحبي يا خويا، ربي يطول في عمرك وربي يعطيك ما تتمنى، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي نوصل نعمل حتى العشر اللي عملته انت في كاريرك، وانت المثل الاعلى متاعي والمثال اللي احتذى به، ومبروك على النجاح السنة، وهذا ماهوش غريب عليك، وانت عملاق من عمالقة الدراما التونسية، وقدرك من قدر الكبارات في العالم، كي نحكيو على دينيرو، كيف نحكيو على الباتشينو، كي نحكيو على مارلون بروندو، نحكيو على دانييل دي لويس، وما أدراك ما دانييل دي لويس، زادا نحكيو على فتحي الهداوي. تحية كبيرة لفتحي الهداوي. أنا شخصيا كبرت على أعمال فتحي، من غادة للأعمال الأخرى المتعددة. فتحي اسم كبير، فتحي عملاق، فتحي أستاذ، فتحي كي تبدأ قدامه تو نابا دغوا عليه، يزمك تكون حاضر لكل زلقة لكل غلطة،
يعلمك برشا حاجات تتفرج فيه حتى وانت تمثل معاه. تحياتي ليه، ان شاء الله ديما متألق، ان شاء الله ديما كبير. عندي برشا ذكريات معاه وانا نحبه انسانيا كذلك، ابار انه فنان كبير، فان شاء الله ديما متألق وديما يمتعنا باعمال كبيره كما اسنى. صحة شريبتكم الناس كل، صحة شريبتك سي فتحي. أول حاجة حابيت نقولها اللي أنا ظهر لي أكثر ممثلة محظوظة عام السنة، اللي أنا أول مرة وأول دور ناخذه في حياتي خذيته في أكس فيه العظيم فتحي الهداوي. هذه أول حاجة. ثاني حاجة نحب نقولك ميرسي بوكو على وقفتك، ميرسي بوكو على الدوس اللي علمتهم لي، ميرسي بوكو على تا جينيروزيتي في اللعب، ميرسي بوكو على صبرك، ميرسي بوكو على كل شيء. حاجة أخرى حبيت نقولك راني والله ضعفت، انت مرشتني تورناش كامل اضعاف 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 اضعاف. فتحي ديما يقول لي راه وجهك برك الله معناتها مزيان وتحبوا الكاميرا، ميرسي بوكو. اما نقص من الشباتي والمقلوب، هاني نقصت من الشباتي والمقلوب، ورمضان السنه ضعفت، وان شاء الله يا ربي نعاودوا نتعاملوا مع بعضنا وتلقاني تايترونت ويت ماكسيمومي، معناها تلقاني تايترونت ويت. ميرسي بوكو فتحي، وربي فضلك لينا، انت قامه من القامات، الله لا ينحيك، نبوسك برشا. نحب نقول لك يا فتحي راني نحبك برشا، انت صديقي خويا، تعاملنا مع بعضنا في اعمال مزيانه برشا برشا، ولكن انا مش باش نحكي على فتحي الممثل، هو لا يحتاج لراي احد فيه كممثل، انا باش نحكي عليه كانسان. فتحي اولا ساعه محب للحياه، محب لعائلته، محب للانتغاج اللي داير به الأصدقاء، وفي زاد كيف كيف الأصدقاء في التعامل معهم، عنده خصال الرجولة في طبعه، لأنه وقت يبدأ مع أصحابه تنجم تعامل عليه، نجم تلقاه في وقت الشدة. زاد كيف كيف فتحي يحب الناس الكل، ما عندوش تمييز بين الناس. شويه من برشا راهو هكا 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 بعثولنا كلهم كلهم الاعمار بالعاني خديتهم مختلفين، من القدم للجدد للي يمثلوا اول مره، وزوز يقولوا نفسه. اعطيني تعليق من بعد باش نسالك سؤال، ولا باش نقول على ميزه من ميزات فتحي الهداوي. تعليق بسيط، حكاو كلهم احبائي واصدقائي، وتعاملنا مع بعضنا. كوثر ملي عمره 16 سنه 15 سنه، سي تي اون غراند امي خالد عزيز، تو سي جون لا عندهم موهبه، مو جو لي زام بوكو، وحب من القلب، حب صافي وأماني وتمنيات ورجاءات صافية. ماذا بيه يوصلوا وين يحبوا، لأنه عندهم الموهبة، لازم تكون عندهم الإمكانية باش تتفجر المواهب متاعهم، لأنه مواهب الباطنة يعني الظاهر أقل برشا من الباطن. واضح بالنسبة لذوما الكل. أنت برشا يحكيوا على الجينيروزيتي وعلى السلوك به.